بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن عظام أحد القطط التي شفتها متحللة. طبعا درست الأمراض المتوالدة، أنا طبعا من عشاق دراسة علم العظام كونها يعني بالنسبة لي مثير جدا. أيضا شرحت بعض العظام المتواجدة في هذه العينة، واكتشفت أيضا تقلقلت إلى مناطق في النخاع العظمي مثل ما تلاحظون هنا في أسنان القطة، فك القطة وأسنان القطة، وهنا نقدر نشوف النخاع الشوكي مثل ما تلاحظونه في هذه المنطقة، وهذه بعض العظام المتواجدة اليدين والأرجل، وهذا العظم عبارة عن عظم من العمود الفقري الذي يعني يكون داخل النخاع الشوكي المسؤول عن الحركة بشكل كامل. وأيضا طبعا هذه مجموعة عظام من جسمها مثل ما تلاحظون، أيضا ممكن تشوف خلايا دم متحجرة داخل يعني العينة، ممكن تشوف خلايا ميكروبات وطفيليات وبكتيريا وفطريات وأنواع أخرى من الخلايا، أيضا ممكن تشوف خلايا سرطانية، أيضا ممكن تشوف خلايا مناعية، ممكن تشوف خلايا أنواع الخلايا المتواجدة في جسم الحيوان يعني وهو كان في حي، وهو كان يعني قبل الوفاة. ممكن تحصل أنواع كثيرة جدا من الخلايا التالفة عندما يعني تحصل على عظمة ممتازة. أنا أنصح يعني بدراسة علم الأمراض، أيضا سبب وفاة العينة، ممكن تحصل سبب وفاة العينة بسبب فطريات أو طفيليات أو ديدان أو غيرها من أي نوع من المخلوقات الحية، أو بسبب أثر رجعي يرجع إلى نوع من أنواع الحوادث الأخرى. وأنا أنصح يعني الباحثين بدراسة الثدييات وتشريحها، ودراسة يعني العظام من جميع النواحي، من الناحية المرضية، من الناحية الطبية، من ناحية من يعني من مجموعة نواحي متعددة في دراسة العينات وغيرها من المخلوقات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعد الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم نتائج البحث في الكتب والبحوث.